السلام عليكم وسعد الله أوقاتكم. الحماية المدنية وفاة طفلين في حريق خيمة بولاية تمراست. تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 10:44 من أجل إخماد حريق خيمة منصوبة بفناء منزل بالمكان المسمى تهقوين بلدية ودائرة تمراست. خلف الحادث وفاة طفل وطفل متفحمين يبلغان من العمر 4 و7 سنوات من نفس العائلة. تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. الله يرحمهم يا رب العالمين ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.